السؤال ديال واحد الاخ صحفي علاش علاش الجلابه في عرض متعلق بالرياضه، تبغى يقول له الجلابه هي جزء من الموروث الثقافي ديالنا واللباس الجميل ديالنا، والان كاين التشبث بكل ما هو اصيل، الجليج الفاسي درنا حنا في القميص ديالنا ديال الان دي موتيف اللي كيتعلقوا بالشمع اللي كيتصيف دور الشمع في سله، فالجلابه كتدخل في هذه الاصاله وكتدخل اعتراف، هو لباس جميل واللي كنا كنفتخروا به واجمل من اللباس اللي بزاف لا في الشرق ولا في الغرب واللي كيلبسوه هما كجهه رسميه، حتى هذا هو لباس رسمي ديالنا يعبر عن هويتنا وثقافتنا وتتناسب مع تتوالم وتتلازم مع اليوم الجمعه. هو الطموح ديال الجمعيه السنويه هو طموح دائما مستمر، هو الحرص على الالقاب على المستوى الوطني والدولي والقاري، وهذا زعما وصلنا ليه والحمد لله هذه سنوات فضل واحد مجموعه التضحيات، اذا الهدف يبقى هو هو طريقه العمل اللي تبدل وتغير. مستشير جديد من عيار ثقيل اللي هو مستشير ديال الفرق الكبرى بحال برشلونه وبحال باريس سان جيرمان، دوك باش يمكن له يجي ويخمم فرقه داخل المغرب، وداك الشيء هذا دليل اننا قدمنا واحد الحاجه اللي جلبات الانظار ديالهم، الحمد لله نجحنا. هذه تفاوض كان عندنا معهم هذه واحد 8 شهور وصلنا للتوقيع الان، وهذا شيء ايجابي للفريق الجمعيه السنويه والرياضه المغربيه، غيكون دافع اساسي باش نتعاملوا على المستوى الدولي مع شركات متعدده الجنسيه. طرق العمل كتختلف، كتفرض علينا تنظيم اكثر، كتفرض علينا تواصل اكثر، كتفرض علينا التواجد في المواقع ديال التواصليه بشكل كبير. التركيبه ديال بالنسبه للجمع العام، التركيبه ديال المكتب تقريبا هي يوقع تدعيم النادي بالعنصر النسوي، جوج ديال الاخوات لا يلتحقوا بنا، عندنا واحد الطاقه شابه تقريبا واحد 3 ولا 4 الشباب طموحين ولاد كره السله اللي عندهم باع الان في التدبير في المقاولات وفي التدبير الجديد ديال العالم ديال المعلوميات اللي يعطيو دفعه جديده، لان التجديد تدبير المدرب واللاعبين تتسير خص جذب جديد، كنظن هذا يعطيو دفعه جديده باش من هنا في واحد السنوات القادمه نعطيو المشعل، وهكا كندمروا صبريه المسير لان المسير براسو حتى هو تيتكون. حنا الحقيقه ديالنا حنا غنقوموا بانتدابات الدوليه للبطوله الافريقيه، ولكن الهم ديالنا الكبير هي اعاده هيكله الفريق، لان اعاده الهيكله هي الاستثمار الحقيقي. اللاعب يمكن له يجيب لاعب ممتاز السنه وغدا تلعب على 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 تفادي الدزول الى درجات ادنى، اذا الاستثمار الحقيقي هو اعاده هيكله الفريق على المستوى الاداري وعلى المستوى التقني من عيار ثقيل باش نوجدوا الخلاف من مستوى عالي، اذا هذه الفلوس اللي جبنا تمشي في هذا الاستثمار وهكا كنضمنوا لا بيغينيتي والاستمراريه الفريق لسنوات لاحقه، هذا ما تيرفيش اننا نديروا انتدابات من عيار ممتاز اللي تشرف السله وتشرف المغرب على المستوى الدولي. الجمعيه السنويه دائما فريق اللي دائما في التالق، دائما كيقلب على الالقاب. برهنا سابقا باننا الفريق اللي غامرنا بشكل كبير، لان لعبنا على الصعيد الدولي، مشينا كما قال قبيله السي عبد الرؤوف لعبنا دي تورنوا او نيفو انترناسيونال كوسوا في دبي كوسوا في لبنان، هذيك المسائل كلها كنا كنسعوا منها بان الفريق ديالنا واللاعبين ديالنا يكسوا واحد التجربه ويتحكوا مستويات عليها. كنا كنشوفوا الفرق اللبنانيه والفرق العربيه ولا المصريه ولا هذه، كنا كنشوفوا مستوى عالي احسن منا. اتضح مع الوقت بان الاحتكاك كيعطيك عاوتاني فكره اخرى على كره السله اللي بالواقع اللي بالاسف لاننا في المغرب وقع واحد الركود في هذه السنين الاخيره، ما بقيناش كنشوفوا ديك التنافس الكبير اللي كان من واحد 5 ولا 6 الفرق الى تعقلوا، كان الفريق المغربي الفاسي، كان فريق طنجة، كانوا فرق كنتنافسوا معهم وكانوا كيديو القاب. اتضح مع الوقت بانه خصك تبدل الطريقه ديال العمل ديالك الى بغيتي تكبر في الساحه الكرويه ولا بغيتي تكبر في ساحه كره السله. دونك الفكره واضحه، مستقبلا الزمن مفروض علينا خصنا نبقاو في الواجهه، ومفروض علينا باننا نسعوا لالقاب اخرى، علاش لا؟ هو البال قابل اللي خصنا نخدموا فيه بشكل كبير باش ان شاء الله نتبوؤوا المركز الاولى باش يمكننا نسعوا للمراتب احسن ان شاء الله في النهائيات. زكريا مصباحي عميد فريق الجمعيه السنويه، اليوم كما شفنا وشاف الجميع اليوم الحمد لله، فاحنا كلاعبين جد سعداء بهذا البالماريس اللي دوزوا فريق الجمعيه السنويه. كنا من الناس اللي ساهموا في هذا البالماريس هذا، الحمد لله، فهذا غيزيد يشجعنا اننا نزيدوا نطابروا ونزيدوا نخدموا في فرقعة الميدان.
لان المسؤوليه جات الدوبلات دابا اللاعبين فما واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم. عندنا بطولات كثيره اللي غنشاركوا فيها هذا الموسم هذا ان شاء الله نحاولوا كيفاش نحسنوا من المردود ديالنا ونزيدوا نوجدوا هاد اللاعبين اللي هما جايين من بعدنا ان شاء الله. فالامور ان شاء الله كما كتشوف هي الامور كلها مزيانه. المجهودات اللي قمنا بها طيله هذه المواسم هذا فتوجهت اليوم بهذه الشراكه اللي دار فريق جمعيه الناس مسؤولين ديال فريق جمعيه الساويه مع السبونسور الجديد، وهذا اللي غادي يحفزنا ويدعمنا باش نزيدوا نحرزوا على الالقاب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.